قبل الإفطار حضر حبات التمر. من أهم الأغذية لازم تكون موجودة على سفرة رمضان هي التمر، لأنه بيعطينا الطاقة اللي نحن منحتاجها وبرجع لنا النشاط للجسم بسرعة. ومن ناحية أخرى كمان التمر غني كتير بالمعادن الضرورية للجسم، فإذا كنت بتعاني من تشنجات عضلية التمر غني بالبوتاسيوم اللي رح يخفف لك من هاي التشنجات، وكمان غني بالمغنيسيوم الضروري للمحافظة على ضغط الدم وتنظيم مستوى السكر، وما بننسى الألياف اللي رح تساعدنا على تحسين الهضم وكمان تقلل الإمساك. قبل الإفطار تذكر إنه التمر له فوائد غذائية كبيرة، لكنه كمان غني بالسكر. كل حبتين لثلاث حبات تعادل حصة فواكه وبتحتوي تقريباً ملعقة طعام من السكر.